ننتقل الى التنس الطاوله. طبعا تنس الطاوله في النادي الاهلي مش محتاج اتكلم عليهم، خرج ابطال، ما زال عندنا اساطير وابطال كبار، احتكار كامل للبطولات المحليه، بطولات افريقيا. تنس الطاوله الحقيقه من الالعاب اللي مشرفه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. طبعا الكابتن السيد لاشين اسطوره النادي الاهلي في الكره، في تنس الطاوله الحقيقه، يعني ادانا تصريحات او قال تصريحات لبرنامج الابطال، قال ان الفتره اللي فاتت كانت فتره عصيبه شويه، ان التوقف تماما عن ممارسه اللعبه، وانتوا عارفين ان تنس الطاوله حساسيه المضرب دي انت ممكن تقعد تتمرن 4 ساعات. فقال لك ان دي كانت فتره صعبه علينا جدا ان احنا نبتعد عن التدريبات، وقال ان اللعيبه سعيده جدا بقرار العوده، وان اللعيبه كمان مركزه ان شاء الله ان بعد استئناف البطوله على طول نكون في التوب فورم بتاعنا. وقال ان اتحاد تنس الطاوله حدد ميعاد الدوره المجمعه الاولى، هتبقى من 9 ل 14 سبتمبر في هيئه قناه السويس. كان لازم علينا احنا كبرنامج الابطال وكاميرا الابطال تكون موجوده مع الاساطير بتوعنا، نعرف قالوا ايه عن تنس الطاوله. وارجع لحضراتكم تاني. ان احنا كنا فعلا محتاجين ان احنا نرجع، ان احنا كانت الحياه كانت رتمها اتغير وكل حاجه اتغيرت فيها، فان احنا نرجع تاني وقرار يطلع ان احنا نبتدي نمارس النشاط، بالذات النشاط اللي جوه الصاله مش الاوبن اير، فده رد لنا فعلا الروح. قعدنا تقريبا 15 يوم فيتنس في ملاعب الطايره والهاند بول والباسكت اللي هي ورا. بعد ال 15 يوم ابتدينا هنا، ابتدينا نلعب بشكل تدريجي شويه، تمام، عشان كان في ناس ما كانتش متاح لها انها تتمرن برايفت الفتره اللي فاتت، فكان بنلعب واحده واحده كده لحد ما كلنا الحمد لله رب العالمين طمنا ان شاء الله مش هيبقى فيه اصابات والدنيا هتبقى ماشيه كويس. يعني بعد كده ابتدينا نتمرن ونصعد في التمرين شويه. دلوقتي احنا بنتمرن فترتين، فتره الصبح وفتره بعد الظهر، ساعتين وساعتين، والحمد لله رب العالمين. يعني بنحاول نجهز ان احنا عندنا الدوري ان شاء الله باذن الله المفروض ان هو 1/9، فاحنا الحمد لله يعني ابتدينا التمرين وابتدينا زي ما قلت لحضرتك بشكل تصاعدي، ودلوقتي بقينا بنتمرن فترتين صبح وبعد الظهر، فان شاء الله يعني هنجيب الفورمه بسرعه وهنبقى جاهزين باذن الرحمن على الدوري بعد كده المفروض، بس الكلام ده لسه مش كونفيرم 100%، على يمكن على نص 10 او اول 11 تتلعب الانديه العربيه. الحمد لله كنا مبسوطين جدا بقرار الدوله اول ما قرروا على طول ان احنا نرجع تاني التمرين. طبعا رجعنا لحياتنا الطبيعيه وكنا مبسوطين جدا، مش احنا كرياضيين انت عارف اول مره نقعد 3 شهور او 4 شهور سلبي خالص، فما كناش متعودين على كده. احنا على طول متعودين ان احنا نخرج وبننزل وبنلعب ونتمرن، فالحمد لله طبعا كان في فرحه كبيره يعني ما بين اللعيبه كلها. والله الحمد لله كنا عاملين جروب على الواتساب، كان على طول المدرب الفيتنس بيبعت لنا التمارين وكنا اونلاين على طول بنتمرن سوا مع بعض كل يوم، عشان اقرب فرصه كنا نرجع نبقى جاهزين ان شاء الله للملعب. يعني المدرب كان بيتابع معانا على طول، موضوع الاكل طبعا مهم جدا مع موضوع التمرين، عشان زي ما بقول لحضرتك يعني عشان لما نرجع نبقى واقفين بس على رجلنا شويه، فالحاجات دي كنا محافظين عليها طبعا. والله الحمد لله احنا بنتمرن كل يوم ما عدا الجمعه ساعتين يعني بالليل، ساعات بيبقى في بعض الوقت 3 ايام الصبح، عشان ان شاء الله احنا المفروض عندنا الدوري في شهر 9، فان شاء الله يعني بنستعد كويس خطوه بخطوه عشان احنا بقالنا اسبوعين، فبنتمرن كل يوم بالليل ما عدا الجمعه، وساعات بنلعب كمان حد وثلاث وخميس الصبح. يعني والله الحمد لله على طول كل واحد بالماسك على طول في جل، النادي برده محافظ على طول في بوابه بنقيس درجه الحراره على طول في تعقيم، فالحمد لله احنا محافظين يعني على الحاجات دي. يعني ده كان لقائنا مع ابطال طبعا التنس الطاوله، السيد لاشين محمد البالي. طبعا اي رياضي لو قلت له انا مش عايز او ما تلعبش، ده بالنسبه له هيبقى يعني يوم صعب جدا عليه، ما بالك قعدوا 3 شهور او 4 شهور راحه سلبيه. ان شاء الله الحياه ترجع طبيعيه وان شاء الله ترجع المنافسات بشكل طبيعي. طيب كده